في احد المجمعات الراقيه في منطقه اكشابال، واحنا الان في الدور الثالث. راح نعرض لكم شقه عباره عن 3 غرف صاله، مساحتها 175 متر مربع. طبعا اول ما ندخل ارضيات سيراميك فستيب سوبر ديلوكس، مدخل شرح على يمين مباشره الانترفون عن طريق الكاميرا، وعندنا دوره المياه الاولى كروم كومودا. طبعا تدفئه فيها مركزيه، والشقة داخل مجمع سكني متكاملة الخدمات. على يسارنا مباشرة عندنا المطبخ، طبعا الشقة صفر مش مسكونة مثل ما انتم شايفين. هذه الدواليب في المطبخ راكبة جاهزة. ايضا اطلالة امامية كاملة على البحر والطبيعة، راح نشوفها بشكل اوضح من البلكونة. طبعا البلكونة امامية مشتركة بين الصالة والمطبخ، نشوفها الآن بالتفصيل. هنا عندنا الصالة، طبعا الشقة على 3 واجهات، من الدور الواحد عندنا شقتين. هذه الصالة ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة جدا. عندنا هنا البلكونة الأمامية مثل ما انتم شايفين، هذه مساحة طبعا إطلالة كاملة على الطبيعة مثل ما انتم شايفين. ايضا مطلة على البحر. شقة داخل مجمع سكني متكاملة الخدمات. عندنا هنا مدخل، طبعا حراسة امنية، بوابة الكترونية مثل ما انتم شايفين. عندنا هنا جلسات عائلية، ألعاب أطفال، بالإضافة إلى مسبح راح يخدم المجمع بشكل كامل. هذه البلكونة، نشوف توزيع الغرف. هنا الصالة ما شاء الله، ندخل الشقة. طبعا هنا عندنا دورة المياه الثانية، الشقة فيها 3 دورات مياه متكاملة. هذه الغرفة الأولى أيضا لها بلكونة، بلكونة جميلة صراحة، مطلة على البحر. أيضا عندنا هنا الغرفة الثانية، وهذه غرفة النوم الرئيسية الماستر روم، طبعا فيها بلكونة أيضا جانبية، بالإضافة إلى دورة مياه أيضا متكاملة. وعندنا هنا دريسنج روم، هذا مخرج طوارئ. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم.